ورح نحكي عن موضوع جدا شائع وهو بيوع العقارات، كان البيوت او كان العقارات التجاريه، ولكن بحكم محكمه احيانا هذا العقار بيكون هو مسجل وطابه اخضر، ورغم هيك بيلجا الاشخاص لاخذ حكم محكمه فيه. وهذا الشيء مثل ما فهمنا هايدي او سمعنا انه كرمال يتهربوا من وضع نصف المبلغ في البنك، مثل ما بيقولوا انه في صعوبه باسترداده، عم ياخذ اكثر من شهر او اكم مده طويله، ودائما يمكن هذا التهرب يخليهم يقعوا بضحايا للنصب والاحتيال، ويبتعدوا شوي عن القوانين والتشريعات اللي سنى القانون اصلا لحمايه هذا المواطن. اكيد رشا، يعني من اهم واصعب الامور مثل ما ذكرتي هي بيع او شراء العقار او حتى الاستئجار. اليوم لابد انه يكون عندنا وعي اكثر كيف نتصرف، نعرف اذا العقار عليه اشاره، في اشكاليه معينه، كرمال ما نوقع ضحيه الاحتيال والنصب. طبعا تفاصيل كثيره كبيره اليوم موجوده بالقانون السوري، رح نتعرف عليها سوا مع ضيفنا اللي صار ضمن الاستوديو المحامي احمد السيطري. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير استاذ، واهلا وسهلا بحضرتك. يعني دائما نحن بننوه عن هذا الموضوع ضمن صباحنا غير، واساتذه كثير بيكونوا ضيوفنا وبنرجع بنركز عليه، وبرغم هذا الشيء بنرجع بنسمع بضحايا كثير راحوا ضمن هذا المجال. خلينا نحكي بالتشريعات بالقوانين اللي نحن بتخلينا دائما ضامنين حقنا بمجال البيع والشراء. نعم، نحن بشكل عام البيع شو هو؟ عباره عن عقد يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكيه الشيء للمشتري، سواء عقار مثل ما تفضلتي او فروضيه او ارض شو المكان، للمشتري مقابل قبض كامل الثمن. مثل ما تفضلتي انه الاشكاليات اللي عم تصير فيها، وحكيتي انه عن الضريبه رجعوا لقرار محكمه مش عن مصرف وغيره. نحن وقت عم نشتري عقار المفروض قبل كل شيء بننصح، واخو زملائنا بنصحوا كثير انه يلجا لمحامي. محامي يكون عنده خبره، عنده المام بالبيوع العقاريه او بالتنظيم العقد. العقود بدنا نحكي على العقود المطبوعه واللي عم تنباع بالمكاتب. هاي شو عم تضمن؟ عم تضمن البائع المشتري. يا ترى فيها مقدمه لنعرف شو ملكيته البائع؟ مبلغ فيها مقدمه. بائع فلان، المشتري فلان، فريق اول فريق ثاني خاطر بس. شاهد اول بالضبط، برافو. هون نحن بدنا عم نحط المقدمه كمحامي بحق دائما وابدا مقدمه العقار. مقدمه بتتضمن انه البائع الفريق الاول يملك، شو يملك؟ اسهم، اثنين، كامل العقار، نص العقار. شغله ثانيه، شو صفته؟ صفته وصي، صفته وكيل، صفته مالك، صفته من احد الورثه. مع كل اسف عم تنباع بيوت كامله بيكون شخص قاعد جوا هو من احد الورثه. عم يجي يقول فريق اول فريق ثاني العقود هي اللي عم نحكي عليها ونوي عنها بدون مقدمه، عم يقول انا بعتك كل ما املك، بعتك كل ما املك، شو تهيئ للمشتري انه كامل البيت بلاقيه كبير وحلو البيت وناسبه ويسهم بجزء او جزء، بيكون هو الجزء بملك كل ما املك جزء، معناتها اذا هو من احد الورثه ممكن يكون احد الشركاء بس قاعد هو بقلب البيت، كل ما املك لقى مبلغ حصته هي الحقيقيه مثلا. نعم. تكون 10 مليون، كل ما املك باعوا يا البيت تبع قديش 200 مليون 300 مليون بدون ما يرجع لمحامي، يرجع للارشيف تبع البيت، القيود الاساسيه تبع البيت، سواء كاتب عدد سواء سجل عقاري، بيرجع للسجل العقاري، السجل العقاري عم يقول لك تعال شو بدك، بيطلع على السجل العقاري بياخذ مواصفات البيت، المالك البائع هل له اسم بصفته وصي، بصفته مالك، بصفته مثل ما حكينا انه وكيل، اذا صفته وكيل نرجع هي حكينا اول شيء انه اذا كان مالك، مالك شوف كم سهم، يمسح البيت كليته بالطابه موجود مساحه البيت، موقعه شو نوعه ومين المالك فيه. بعدين اليوم في تسهيلات كثير، بيان عقاري بيقدر يكشف كل شيء، لا سيما انه الاجتهاد عليه. مو الاجتهاد بالاحرى، يعني الطريقه اللي سووها انه الاتمته يعني خففوا النوع، اذا حدا عم يزون اول كان كتابه الناس تضيف، يرجع هو للطابو بيعطي طابو شو مواصفات البيت ومين البائع وشو له صفه، الوكاله عم يبيعوا بوكاله، طيب يرجع نحن وكاله عم تكون قديمه، ممكن كمان اخراج قيد عقاري قديم عم يبيع بموجبه انا مالك، هو ممكن يكون باع البيت ورجع استاجره، عم يجي ورجيه اخراج قيد عقاري قديم، البيت حقه في بيوت مليار مليارين، قال له هي اخراج قيد عقاري اشوف انا مالك، وانما اخراج قيد عقاري مفروض انه يجيب اخراج قيد عقاري بتاريخ جديد، تاريخ جديد معناته بين شو مواصفات العقار ومين المالك واذا عليه اشارات. نرجع للضريبه، وقت الضريبه عم تندفع مثل ما تفضلتي اول الحديث، كلام سليم وحلو، وهذا اللي عم يصير فعلا، انه عم ياخذوا قرار محكمه عم ياخذوا مشان ما يتحطوا مصاري بالمصرف. طيب
احنا اخذنا قرار محكمي ودفعنا مصاريف مشان يوفر او مشان الوقت اللي بده انه يسحبه من استرده من المصاريف. طيب اخذت قرار محكمي وخلصت، روح لحتى تفرغه، شو بده يصير؟ بده موافقه امنيه. ممكن البائع ما يكون عليه، ما يطلع له موافقه امنيه، صحيح معناته تضرر، ما يطلع له موافقه امنيه، حتى بدك تفرغه الطريق الاداري، بدك تعمل براءه ذمه. اذا عملت براءه ذمه شو بيطلع على المالك؟ بيطلع عليه حجوزات شغلات ثانيه، في عليه ضرائب بده يدفعها. ممكن المبلغ اللي دفعته واشتريت فيه العقار اللي نفترض مثلا 500 مليون يطلع المالك باعه بقرار محكمه ليتهرب من الضرائب الثانيه. نعم. بروح بياخذ قرار محكمه، بروح بحطه بالتنفيذ، بيحوله على الطابه حتى يفرغه. الطابه بيقول له بدك تعمل براءه ذمه، رجعنا للصفر. يمشي بطريقه اداريه لحتى يفرغ، بيباين معه انه المالك هل هو حسن النيه، هل عليه اشكاليات، هل عليه ضرائب. الضرائب مرات تكون عليه اكثر من حق البيت اللي انت دفعته. طابو ما بيفرغ لك، بيقول لك بدي بري ذمه لهذا اللي انت اشتريت منه، ما عاد بتحمل ذنبك. معناته الاكوس شو صار والافضل؟ لا، يحط رصيد المصرف، يمشي بشكل اداري، بيفرغ، بيعمل براءه ذمه للبائع، بيبين اي اشكاليات عليه، لا سيما اذا كان وافق الامين. تمام استاذ. اليوم في حال كان وجود اشاره، نحن اليوم لوين بنلجأ او شو هي الطريقه الصحيحه اليوم لحتى نتصرف في حال وجود الاشاره؟ في حال وجود اشاره على العقار مثل ما حكينا، راح لعند محامي وعمل اخراج قيد عقاري، طلعنا لقينا في اشاره. في اشاره مثلا ازاله شيوع حسب نوع الاشاره المحطوطه. في اشاره مثلا على طريق التنفيذ لمصلحه احدهم، احد الاشخاص له مصاري عليه حط اشاره لا حول سنه التنفيذي. في اشاره مثلا ازاله تثبيت بيع، ممكن البائع اللي باع العقار طلعنا اخراج قيد عقاري، بالاحرى بده يبيع العقار، يجي للشاري يعمل اخراج قيد عقاري، بيلاقي دعوه، ممكن تلاقي دعوه اشاره بيع. من حيثيات الدعوه والاصول وهي الزامي انه الواحد بده يرفع دعوه تثبيت بيع، بده يحط اشاره على الدعوه تبع تثبيت البيع على صحيفه العقار. حطينا اشاره على صحيفه العقار، معناتها في منازعه على العقار، منوه له، بين له للشاري انه هي في اشاره محطوطه، اشاره مشان الدعوه تثبيت البيع. في قبل هو يفرغ بالطريق الاداري غض النظر عن هي الاشاره، وقت عم يفرغ بالطاقه شو عم يطلع؟ شو عم شلون عم يفرغ؟ عم يفرغ عم يكتب ويصرح عن نفسه مع علمي وقبولي بالاشارات. معناتها هذا الحق اللي انت عم تشتريه ممكن في نزاع عليه. بالنسبه للدعوه المقامه والاشاره المحطوطه مثل ما تفضلتي، هي اخذت الاشاره حدا، اخذ قرار محكمه واضع الاشاره، معناتها انت سفيت برا. تمام. فيما بعد بيخليك، معناتها راح كل شيء عليه. حتى في ناس بتتصرف هيك استاذ، يعني بتلجأ لهذا التصرف رغم وجود في ناس بتساوي، يعني ما عندها الاحرى انه مشان ما يراجع محامي، مشان ما يحط مصاري، عم يوفر على حاله، يا بيروح على بالضبط بيحط شيء بسيط. يعني المحامي شو عم يشتري له؟ عم يدفع له حق البيت، عم ياخذ شيء بسيط. احيانا بيكون في اكثر من اشاره على العقار الواحد، ونحن بنعرف قانونيا انه صاحب الاشاره الاولى هو الاقوى قانونيا بحال تثبيت البيوع. برافو. والاشاره ملزمه، وعدم وجود هي الاشاره ترد الدعوه شكلا. نعم. ليش؟ لانه ملزمه في دعوه ازاله شيوع. واحد عم يفوت على العقار عم يشتري حصه، عم يقول له 1200 سهم مثلا انا مالك، لنفترض حقيقه قال له انه انا مالك 1200 سهم وهذا العقار 1200 سهم وفي عقار جاري كمان 1200 سهم شاري، بتطلع هيك على الصحيفه العقاريه فعلا موجود هالشيء. بس في انه ازاله دعوه ازاله شيوع، وعلى فرض انه للمستقبل كمان اخ اشترى ازاله الشيوع، ممكن يحسن ببيته ويأمن انه خلاص انا هذا بيتي واستقريت فيه، الطرف الاخر المالك الجزء الثاني ممكن يرفع دعوه على ازاله الشيوع. هي ازاله الشيوع اذا ما كان في تخاصص بين الطرفين، اذا في حال بيت كان مقسوم، معناتها كل طرف بحق له يرفع دعوه ازاله الشيوع. تمام. خلينا نحكي شو هي اجراءات عمليه نقل الملكيه للعقار. نقل الملكيه للعقار وبالسليم، رايي الشخصي انه يقدموا على موافقه امنيه، اللي هي اهم شيء. قدموا على الموافقه الامنيه، اجت الموافقه الامنيه هون ممكن يكتب عقد مرتاح الشاري. ونعرف بنفس الوقت بده يكون باحث بملكية المالك البائع، ملكيته هي قانونية، هي سليمة، بيقدم موافقة أمنية. إجت الموافقة الأمنية هون أنا برأيي أنه هون بينكتب عقد، بيندفع رعبون وبتمشي بالإجراءات. بس الإجراءات هون يعني ما بتتجاوز أسبوع 10 أيام بين براءة الذمة. إجت الموافقة الأمنية، عملنا براءة الذمة، حطينا نص المبلغ بالمصرف، المصرف خلال فترة بده ياخذون على أقساط، ما اختلفنا بس تكون ضمنت حقك من المصرف. أمنت؟ ضمنت حقك بالبيع انه صار نظامي، في موافقه امنيه بحيث انه اذا كان سواء قرار محكمي سواء فراغ اداري، امنت
انه البيت فيما بعد بينفرق باسمك بالطابق الاصولي. نفس الوقت عملنا براءة الذمة لحتى نفرغ هذا العقار المبيع، شو في عليه حجوزات، شو في عليه شغلات للبائع اجباري بده يدفعها. هو من ضمن العقد بنحطم انه في حال وجود اي طرائب هو بيتحمل براءة الذمة للعقار المبيع، بيتحمل البائع، معناته صار هو بر الامان الشاري، ما ضل في خوف عليه، محمي من القانون والإجراءات المستفيدة. موافقة الأمنية براءة الذمة بحد ذاتها، هي ما أخذنا القرار محكمي، لأن قرار محكمي أخذتي حكم باسمك، ما فيك تروح تعملي براءة الذمة لتخلصي قرار المحكمي، تحولي على الطابور من على طريق إدارة التنفيذ لحتى ينزل يفرغ، ما هون بدك تمشي براءة الذمة رجعتي إلى الطريق الإداري، الطريق الإداري بضل هو أقوى شيء. طيب خلينا نروح وبنسمع من الحالات كتير شائعة بعد ما ينكتب العقد المبدئي بين الشخصين البائع والمشتري، بصير يعني خلل أو حدا منهم بيقول لك أنا ما عاد بدي أشتري أو ما عاد بدي بيع، يعني نعم. هون مين بتحمل المسؤولية، وهل في ضريبة على أحد الأشخاص منهم الرعبون الأول مثل ما بنقول هيك بالعامية؟ تمام، هاي بتصير أنه على حسب المبلغ المتبقي. نحن نفضل أنه الفترة تكون وجيزة، ما يعني بيقول له مثلا بعد شهرين ثلاثة بعد أربعة شهور بصير تقصير بالدفع، هون للمالك بحق له أنه ما يسلم البيت. ما بفضل أنه يسلم البيت إلا يكون متلازم مع دفع كامل الثمن، إلا إذا كان في مبلغ بسيط وماشيين بطريق المعاملة الفراغ، هون ما يمنع أنه يسلموا البيت، وإنما ممكن يلجأ للقضاء، بس بحيث يفضل أنه يبعث له إنذار أنه أنت باقي عليك مبلغ لحتى أفرغ لك مبلغ هالقد. هون بيرجع لرأي القاضي، القاضي ممكن يعطيه مهلة وجيزة أنه سدد هالمبلغ، هو نعم. ما سدد المبلغ قرر قولا واحدا مصير فسخ بيع، ترفع دعوة اسمها فسخ بيع سواء المشتري أو البائع. بس ليش عملوا نحن فترة وجيزة؟ فترة وجيزة لأنه عم يجي واحد زبون، عم يجي باع البيت المالك، عم يجي واحد تاني يدفع له أكتر، عم يصير في طمع جشع، وهي الحالة هاي شو بصير؟ بصير اثنين بصير معارضة بيناتهم، أنه أنا ما بدي بيعك، الثاني صار بده يزود له، عاد فترة الوجيزة بتقصر هالموضوع هذا كليته على يعني فترة قريبة، بصير فرق واستلام وتسليم بيكون أفضل بأسرع وقت. ليش؟ خصوصي إذا كان بيقول لأخي الفرق المصاري معي، هذا كمان بيلعب دور كبير. عشان هيك نحن بنأكد واحد معه سيولة على قد مصريات الخلص بيشتري يرتفعوا على فترة وجيزة مباشرة عن طريق إداري، 10 أسبوع 10 أيام لازم يكون فارغ. تمام، خلينا هيك بالختام نعطي نصائح اليوم للبائع والمشتري حول أي أمور ممكن نلجأ لها بخصوص العقارات. البائع والنصائح بشكل عام، نتأكد من هوية البائع، نتأكد من صحيفة العقار وموقعه والاتجاه، لأنه كثير ناس بتنخدع بيقول له أخي هذا قبلي، بيطلع هو مو قبلي. يتأكد من رقم العقار، المالك شو مالك وصفته شو هو مالك. نقطة ثانية انه ممكن انه بس لو اخذنا وقت صغير طبعا. انه في عنا قرارات محكمة متضمنة عقد، قرار محكمة متضمن تثبيت صحة توقيع عقد او صحة وصمة، هذا حرام ما بصير، هذا مثابة عقد انا بالنسبة لي يعتبر نعم. لانه لازم يكون فحوى القرار تثبيت بيع وليس تثبيت صحة عقد، لانه هذا ما دخل بالموضوع، ما تملك البائع الشاري ما تملك بتقول القرار تبع تثبيت صحة توقيع عقد. وهذا يعني مثل دائما احنا بنقول، بس السؤال الاخير وباختصار شديد باجابه كثير بسيطه، اليوم حكم المحكمه في حال تم الحصول على الموافقه الامنيه، هل بيحمي العقار والشخص او لا؟ الموافقه الامنيه هي الافضل للطرفين. قرار المحكمه اللي بده يروح لحتى ينفذه، في موافقه امنيه معناتها بامكانه يفرغه، وهون بيكون تهرب من موضوع المصرف والودائع. هي ما في شك، هي يعني ما فينا نقول انه تهرب، ممكن انه يكون في منازعه بيناتهم، مو كل شيء قرارات بدنا ناخذها انه مشان ما يحطوا بالمصرف معناتها في خصومه، ممكن ناس حقيقه انه انا رفضت انه افرغ لفلان، ممكن الجا انا يعمل عقد بالنسبه للعقد يعمل عليه تسويق ويبرز امام القضاء وياخذ حكم. أكيد بالختام معلومات قانونية جدا مهمة، بدنا نشكرك كثير المحامي أحمد السيطري، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. شكرا أستاذ لحضورك، يومك حلو، شكرا لحضرتك.